معك خالد، شريك ومؤسس لمحمصة صهباء. بدايتنا كانت كافي ومحمصة في حي صغير، وكنا مستهدفين أهل الحي، والحمد لله لقينا رواج منهم وصلنا من يوميات أهل الحي. طبعا حبينا نتوسع ونغطي أكثر من الحي هذا، ولكن واجهتنا صعوبة إن في مشكلة إن ما نقدر نوصل للعميل وإحنا في مكاننا هذا. فطرت لنا فكرة إن نفتح متجر إلكتروني، والحمد لله جربنا ولقينا إن تقدر توصل للعميل وين ما كان. طبعا يوم فتحنا المتجر الإلكتروني كان عندنا مشكلة، اللي هي بدايتنا كانت في حماصة صغيرة تاخذ لها 500 جرام فقط، فكنا نقعد بالست إلى 9 ساعات باليوم عشان نغطي الطلبات اللي كانت تجينا من العملاء. اسم صهباء هو يدل على اللون الأصهب اللي هو ما بين اللون الأشقر والأحمر، وهذا اللون يمر من زراعة حبة البن اللي تنتج لنا كرزة البن، ومن خلال التحميص اللي يدل على نضج الحمصة وجودتها. من الأشياء اللي قدموها لنا واستفدناها من منشآت، قدمت لنا استشارات بخصوص المالية والتكاليف، وسهلت علينا أشياء كثير. طبعا أنصح الشباب اللي يبغون يفتحوا مشاريع صغيرة أو متوسطة أن يتوجه المنشآت على طول، لأنه بيختصر عليك كثير من الوقت ومن التكاليف ومن التمارف اللي مرينا فيه في بداياتنا. طبعا التجارة الإلكترونية منظومة متكاملة، وفتحت لنا أفق ما كنا متصورين أن بنوصل لها يوم كنا على التجارة التقليدية.